كيف الواتساب؟ في صديقنا محارب عم يجرب يدق لنا بس مش ما عم نقدر نحكي، فرح نسمع فويس منه. ما بعرف اذا عم نسمعه هلا. لا ما عم نسمع. طيب لانه المفروض نكون عم نسمعه. طيب يلا. انا اسمي محارب من مصر، صادوا لاجلنا كثير لان بنمر باوقات صعبه كثير هنا في مصر. كمان صلاة من أجل عائلتي وأسرتي إن الرب يفتح عيون أبويا بابا، وكمان إنه صلاة من أجل الناس اللي في الجيش، كمان صلاة من أجل شخص اسمه سعيد من مصر، حد صاحبي يعني، صلوا من أجله إن هو بيمر بأوقات نفسية صعبة كتير، فصلوا من أجله كتير. الرب يبارككم على هذا البرنامج. آمين. شكرا يا محارب. نحن قرينا رسالتك كمان اول ما بلشنا البرنامج وانبسطنا انه سمعنا صوتك هالمره. في صديق او صديقه بيقول مساء الخير، انا بحبكم وانا بحب الرب. صديقتنا امال من مصر بتقول انا بحبكم وبكون مبسوطه لما بتابعكم، الرب يبارككم. صديق بيقول او صديقه بتقول هاي انا اول مره بتابعكم ومبسوط. صديق مبسوط فيكم كثير، نحن بحاجه لهيك برامج، الرب يبارككم. في شخص كان عم يجرب يتصل فينا وما قدرنا، بيقول سلام المسيح، ارجو الصلاه من اجلي لاني واقعه في خطيئه كبيره، ونفسي ربنا يسامحني ويقبل توبتي وانسى الخطيئه دي وما فكرش فيها ثاني. صلوا لاجل اني ارجع في علاقتي مع الله زي زمان. يا يسوع سامحني ارجوك، انا حاسه ان ربنا بيعاقبني بسبب الخطيئه اللي انا عملتها، لانه انا صار لي سنه ونص لحد الان، صار لي سنه ونص متجوزه ولحد الان ما صار في حمل. ارجوكم صلوا لي انه ربي يتمجد ويعطيني طفل وحتى يسامحني. ما حد بنحب نقول لها شيء؟ لا بدي اقول لها، اذا بدي اقول لها شيء اول شيء انه المسيح على الصليب اخذ كل القصاص اللي نحن لازم ناخذه على الخطيه. الرب ما عم بقاصصك ابدا. رب إذا أنت طلبتي وأنت تبتي، رب أمين وعادل إنه يغفر كل خطايانا ويطهرنا من كل خطية. لا يعود يذكرهم. مزبوط. فأنت عيشي بهيدا الوعد، بهيدا الكلمة إنه الرب سامحك وغفر لك، وأبدا ما تعيش إنه الرب عم بقصصني وبإنه يمنع الحمل، وبالعكس صلي إنه يا رب باركني وهيك تشجعي وتقوي. واهم شيء عن جد للواحد، يعني الكتاب قايل لنا شو لازم نعمل لنحارب هالسهام العدو اللي هي بالسيف بالكلمه، قري الكلمه، قري الكلمه لتكوني شبعتي وانغمرتي بمحبه الرب لإلك، وتغير فكرك عن هذا الفكر اللي انت عم تفكري فيه هلا لفكر هاد الرب بده اياه تجاهك.